السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. وياكم مجتبى حسين طالب الطب الكندي، وراح اكون وياكم بشرح سلسله من محاضرات الميديكال كيمستري، وان شاء الله تكون محاضرات سهله وواضحه، واغلب هي احنا معلومات ماخذيها بالاعداديه بس كمراجعه ونقراها بالانجليزي. المحاضره الاولى راح تكون عباره عن اسيدز اند بيس، الحوامض والقواعد، شنو هن، شلون اكتشفناهن، بدايه اكتشافهن، التطور مالتهن، النظريات اللي طلعت عليهن. مثلا عندك نظريه عالم اسمه ارونز اسيد اند بيسس، برونسيت لور اسيدز اند بيسس، لويس، هاي كلها قوانين، كل عالم له قانون خاص، راح نجي ونفهم القوانين مالته. مثلا الاوتو ايونيزيشن اوف ذا ووتر، يعني المي يتحلل وحده. بعد ال pH scale، شلون نحسب ال pH، شنو الحوامض القوية والقواعد القوية، شلون نفرق عن الحوامض الضعيفة والقواعد الضعيفة. نجي في البداية، ال acids وال bases are common in acids and bases are common both in nature and in the laboratory. الحوامض والقواعد مواد شائعة بالطبيعة وبالمختبرات، مثلا السيتريك أسيد والأسكوربيك أسيد. الأسكوربيك أسيد هو نفسيته الفيتامين سي، تمام. ذني حوامض فشنو يعتبر بالفواكهات الحمضية؟ ايش راح ينضل مميزات انه يكون فشي منعش وطعمه حامض، تمام؟ يعني معلومات عامة. الـ acids والـ bases also critical compounds in the living system، يعني مواد حرجة أو مهمة بالأنسجة والأعضاء الحية. مثل إيش؟ مثل الأمينو أسيد، هسه هذا أحماض أمينية. هاي الأحماض الأمينية شلون مهمة بالليفينج سيستم؟ الأحماض الأمينية هي اللي تصنع البروتينات. البروتين عبارة عن تجمع من الأمينو أسيد. بعد الأمينو أسيد تسوي نيوكليك أسيد، ولو ما نيوكليك أسيد الخلايا ما تعيش. بعد الأمينو أسيد يسوي الجينيتك انفورميشن، يسوي كود فور جينيتك انفورميشن، ينقل المعلومات الوراثية، كلها من الحوامض. بوث citric and malic acids يدخل عدة تفاعلات بالجسم، منها كريبس سايكل، دورة كريبس، اللي هاي تعتبر وحدة من أهم العمليات اللي تصير داخل الجسم حتى تعطيك طاقة، نستخدمها بعملية إنتاج الطاقة بحالة الكائنات الحية الأيروبيك، يعني حالة التنفس الهوائي اللي تستخدم الأكسجين، الكائنات الحية اللي تستخدم الأكسجين. هذه كمقدمة وحكي بصورة عامة على الأسيد والبيس. نجي لأول قانون اللي هو شنو؟ Arrhenius acids and bases. هذا عبارة عن عالم. العالم شو يقول هذا العالم؟ يقول لك يابا الحوامض الأسيدز هي عبارة عن مواد تتفاعل وتتفكك بالمي. من تتفاعل وتتفكك بالماء راح يزيد تركيز الهيدروجين، تمام. بينما القاعدة عبارة عن مادة تتفكك بالماء يزيد تركيز الهيدروكسي الأوتش. مثل إيش؟ مثل الهيدروكلوريك HCl، يعتبر شنو غاز ذوبانيته في الماء جدا عالية. على أساس هذا القانون راح يتحلل داخل المي الى محلول ال H وال Cl، وال H يعتبر ماده اي يعني 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 ال HCl راح نعتبره حامض. ليش؟ لان انطانا H، يعني هي اي ماده تتفاعل بالمي، اذا انطتك بالنتيجه هيدروجين يعني هاي حامض، اذا انطتك هيدروكسيل يعني هاي قاعده معلومه كلنا نعرفها. بعد مثال اخ، ال NaCO ال NaOH اللي هو صوديوم هيدروكسيد، حسب هذا القانون اذا هذا خليته بالمي
راح شو ينطينا؟ ينطينا ان اي زائد او اتش. تمام؟ الاو اتش بما انه تو اتش يعني شنو الان او اتش؟ يعني ماده قاعديه على اساس هذا القانون. هذا المبدا للحوامض والقواعد اوكي هو فادنا بس شو يعتبر؟ ليمتد، محصور بدائره معينه. يعني فتشي واحد. وبالتالي محصور بس على تفسير الحوامض والقواعد داخل المحاليل. التفاعلات اللي تصير داخل المحاليل، مو التفاعلات اللي بين الغازات مثلا او في المواد الصلبه. اجى عالم برونسيتس لور اسيتس اند بيسس. بنى اثنين علماء. العالم الاول العالم الدنماركي جونسنس بورسيتس، والعالم الانجليزي اللي هو لورس. دولي اتفقوا على شيء اللي هو process more general definition لل acid base. انطوا عملية او تعريف اكثر موضح للحوامض والقواعد، واللي يقول شنو المبدأ مالتهم. their concept مبدأهم is based on the fact، يعتمد على الحقيقة اللي هي الحوامض والقواعد acids base reactions، تفاعلات الحوامض والقواعد تتضمن نقل الهيدروجين من مادة إلى أخرى. عمليات تفاعل الحوامض والقواعد بصورة عامة تتضمن نقل الهيدروجين من مادة لأخرى. المادة اللي تنقل الهيدروجين، اللي تنطي الهيدروجين، سموها دونر، بروتون دونر. منين راح تنقله؟ تنقله إلى مادة أخرى سموه بروتون أكسبتر. دونر يعني واهب، واكسبتر يعني مستقبل. واهب البروتون ومستقبل البروتون. بعد يا هي المادة اللي تعتبر واهبة للبروتون، ويا هي المادة اللي تعتبر مستقبل للبروتون. المادة الواهبة اللي هي البروتون دونر، يا هي البروتون دونر الحوامض، البروتون اكسبتر القواعد. هذا قانونهم. شو يقول لك؟ البرانسلور اسيد عبارة عن مادة. هاي المادة قد تكون موليكيول أو آيون، يعني جزيئة أو آيون. شنو هي؟ دونيت أبروتون إلى مادة أخرى، بينما يا هي المادة الأخرى هي القاعدة. البيس القاعدة عبارة عن مادة أكسبت البروتون، تستقبل البروتون. تمام؟ زين ايون اتش ان ذا ووتر، اذا خلينا الاتش ويا المي ايش راح يصير؟ ايش راح ينطينا التفاعل؟ مثلا يجي لك ايونيزيشن اوف ذا اتش سي ال ان ذا ووتر، راح ينطيك اتش وكذلك اتش سي ال. يعني تاين حامض الهيدروكلوريك داخل الماء راح ينطينا اتش وينطينا اتش سي ال. الهيدروجين ايون ماده كلش صغيره وشحنتها موجبه. إذا الـ H وحده، هذا الـ H اللي جانا، راح وحده أفاعله ويا المي. أول شيء هذا الـ H شو يعتبر؟ مادة حامضية قوية. يقول لك الـ H ion interacts strongly with any source of the electron density. شنو يعني هاي الـ H ion؟ الهيدروجين يقدر يتفاعل بقوة ويا أي الكترون دينسيتي، واي كثافة الكترونية. مثل ايش؟ مثل النون بوندينج الكترون بيرس، ازواج الكترونية غير مترابطة، ما بيها رابطة. بوندينج رابطة، نون بوندينج ما بيها رابطة، على ذرة الاكسجين اللي موجودة بالماء. شنو يعني؟ احنا الـ HCl حللناه بالماء، صار عندنا H وعندنا HCl. هاي الـ H مادة كلش صغيرة، بيها الكترون واحد بالغلاف الخارجي. هي اصلا الكترون واحد، مو بس الغلاف الخارجي، هي عبارة عن الكترون واحد. زين، هاي المادة شحنتها موجبة. هاي المادة تميل للتفاعل بقوة الى اي مادة كثافة الالكترونية مالتها عالية. مثل ايش؟ مثل جزيئات الهيدروجين اللي ما بيها ترابط، بحيث إذا فاعلنا
البروتون يا بروتون هنا يقصد اللي هو الاتش اللي هو الاتش اذا فعلناه ويا المي راح يديك هيدرونيوم اللي هو الاتش 3 او تمام. يعني شو يريد يبين لك؟ انه الاتش وحده عباره عن حامض قوي تمام. زين بروتون ترانسفير رياكشنز عمليات او تفاعلات نقل البروتون. هسه ال HCl راح يتفكك دايسولفت يعني يتفكك بالماء. هاي جزيئه ال HCl راح تنقل لك ال H ايون كبروتون الى الماء مباشره اذا فعلت اني ال HCl مالتي ويا الماء ايش راح ينطينا؟ ينطينا Cl وال H راح يجي يرتبط بالماء مثل ما وضحنا من ساعه. اكو بعض المواد تسلك سلوك يسموه سلوك انفيسيس انفوتيري because the emphasis in the Brown's laws concepts is on proton transfer. The concepts also apply the reaction do not occur in aqueous solution. جاتك انت يقول لك بسبب هذا المبدأ او هذا القانون اللي هو ينص على انه شنو المادة الحامضية تنقل او دونر البروتون المادة القاعدية اللي تستقبل البروتون على هالاساس ما راح ينحصر هذا القانون على المحاليل المائية بس لا وانما ممكن تصير هذه التفاعلات بين الغازات مثل غاز ال HCl الهيدروكلوريك ويا غاز الامونيوم ممكن يصير نقل بيناتهم بينما القانون الاول اللي اخذناه اللي هو عبارة مال عبارة عن شنو تعريف الحامض هي عبارة اي مادة تتحلل بالماء ينطيك اتش تعريف القاعدة اي مادة تتحلل بالماء ينطيك لو اتش هذا محصور بس على المحاليل المائية بينما هذا القانون لا ما محصور على المحاليل المائية ممكن بين الغازات مثل غاز ال HCl و غاز ال NH3 راح يتفاعلن اثناء التفاعل هسه انا راح اكتب لك ال HCl و ال NH3 اذا صار تفاعل بيناتهم راح تجي ال H ترتبط بال NH3 يصير Cl سالب زائد NH4 بلس اوكي. بما انه هاي المادة انطت بروتون اعتبرناها حامض بما انه هاي المادة اكتسبت بروتون اعتبرناها قاعدة واضح؟ زين يقول لك خلينا ننطي مثال لاخ يقارن لك العلاقة ما بين الاريوس and برونتس لاورس ديفينيشن للأسيد والبيس. راح ننطي مثال يوضح العلاقة ما بين القانون الأول اللي أخذناه وهذا القانون الثاني على الأسيد والبيس. شوف مثلا ال NH3 راح يتفاعل ويا المي ايش راح يصير؟ راح تجي جزيئة هيدروجين من المي تروح لهنا بما أنه هاي المادة انتقلت منها جزيئة هيدروجين صار او اتش شو اعتبرناها حامض للنقل بما انه هذه المادة اكتسبت هيدروجين شو اعتبرناها قاعدة. زين هاي وحدة بما انه هذا على اساس يا هو انا جاي احكي على اساس القانون الثاني برونستيس لور. زين وضح لي هذا المثال على قانون الارهينوس. ارهينوس ارهينوس شو يقول؟ يقول اي ماده تتفاعل ويا المي وتنطينا او اتش هي قاعده اي ماده تتفاعل بالمي وتعطينا اتش هي حامض. ذن ال NH3 تفاعل ويا المي انطانا او اتش يعني شنو؟ يعني ال NH3 قاعده مو لو لا هذا يوضح لك اياه. يقول لك الامونيا على اساس قانون برونسيتس لورس بيس على اساس القانون هذا اعتبرناه بيس. ليش اعتبرناه بيس؟ لانه هو اكتسب بروتون من المي
الأمونيا على أساس قانون أرهينوس اعتبرناه بيس. ليش؟ لأن النتيجة مالته OH، انت فعلناه وين ما ينطق OH. Many substances which do not contain hydroxy، اكو مواد هواي ما بيها OH بس احنا راح نصنفها كشنو قاعدة، مثل ايش هذه المواد اللي ما بيها OH نصنفها قاعدة؟ مثل الفلورايد ايون، مثل الكانديات، الفوسفيت، البايكربونات، الامونيا. هاي الامونيا مادة اعتبرناها قاعدة بس ما بيها OH. نانا اكت يعني الى اخره. All are proton acceptor. ليش صنفناها ذني كقواعد وما بيناتش؟ لانه ذني يستقبل انه بروتون بنفس تو مو نفس to some degree لدرجات مختلفة and all produce hydroxyl. إنه صح ما بيها الهيدروكسيل بس النتيجة مالتهم من يتفاعلن يكون بيها هيدروكسيل بالمحاليل المائية، من يتفاعلن ويا المي يكون ناتج هيدروكسيل. عملية نقل البروتون دائما تتضمن أسيد وبيس. كل نقل بروتون اكو حامض اكو قاعدة، لان الناقل اللي هي الدونر الواهب هو الاسيد، اللي يستقبل الاكسبتر هو البيس قاعدة. تمام، عرفنا القانونية وعرفنا شنو الفرق بيناتهم. اكو مصطلح يسموه امفورتيك اللي هو المخضيب السادس، السلوك الامفوتيري اللي هو يا هو دائما يسلك هذا السلوك بس المي. اللي شنو يعني؟ يعني هذه المادة ممكن تكون حامض وممكن تكون قاعدة. قل لك بعض المواد تشتغل كحامض بعض التفاعلات نفس بتفاعل، ونفس هاي المادة تشتغل كقاعدة بتفاعل آخر. مثل إيش؟ مثل H2O Bronslau base in equation and Bronslau acid in equation، يعني يعتبر حامض بالمحلول أو قاعدة، قاعدة أو حامض بالمحلول حسب المادة اللي راح تتفاعل وياها. مثلا ال H2O لو تفاعل ويا ال HCl هنا ال H2O شو راح تعتبر؟ مكتسب للإلكترون، بما أنه هو acceptor. شنو يعني؟ يعني قاعدة، يعني base، يعني هنا المي اشتغل ك base. بينما من تفاعل ويا ال NH3 هو أنطى، هو صار الدونر، يعني شنو اشتغل المي؟ ك acid. بحيث يقول لك الامفوبروتيك سبستانت acts as base when combined with something more strongly acidic، يشتغل كقاعدة من يرتبط ويا مادة حامضية، ويشتغل كحامض من يرتبط ويا مادة قاعدية مثل المي ومثل ما وضحنا بالهاي مخطط هو المعادلة. conjugated acid base pairs شنو يقصد بالconjugate acid base pair؟ عندما الحامض ينطي بروتون remaining of the molecule او ion is base. هذا الحامض مالتنا اللي ماخذ حامض الكبريتيك ال H2S اتفاعل ويا مادة معينة، مادة معينة ما نعرف شنو، فقد هو حامض، فقد ايش فقد؟ فقد اتش، ايش بقى؟ بقى هذا، هاي المادة راح تعتبر conjugate base. تمام، يعني يقول لك الحامض من يفقد من يعتبر دونر، المادة الباقية، المادة الباقية من هاي الحامض يعتبر conjugate base. والقاعدة مالتنا من تكتسب المادة الناتجة تعتبر conjugate acid. These two parts molecule are called conjugate acid base pair. يا هو conjugate acid base pair هاي هذا conjugate acid base pair. pair يعني زوج.
both forward reaction to the right and reverse reaction to the left involve proton transfer. المفروض يكون التفاعل إلى الأمام وإلى الخلف، يعني تفاعلات عكسية. هذا المثال موضح لك إياه. الـ H2S حامض الكبريتي تفاعل ويا الـ NH3 قاعدة. شو راح يكون؟ هاي المادة راح تنطي هيدروجين للـ NH3، صارت NH4 موجب، وهذه فقدت. هاي المادة بما أنه انطت شو تعتبر؟ شو راح نعتبرها؟ راح نعتبرها أسيد. هاي المادة بما أنه اكتسبت راح نعتبرها بيس. الناتج مال الأسيد شو راح نعتبره؟ نعتبره conjugate base، والناتج مال البيس راح نعتبره conjugate acid. تمام؟ هاي الهوسة كل هذا على أساس البرونسيد لور ترمينولوجي. ال H2S وال HS شنو؟ ذني اثنيناتين يعتبرن conjugate acid base pair، بحيث أن ال HS minus راح نعتبره conjugate base للأسيد هذا، يعني قاعدة مرتبطة بالحامض الأصلي مالتنا، أو حامض مرتبط بالقاعدة الأصلية. اللي هنا نفس الشيء، حامض مرتبط بالقاعدة الأصلية. تمام؟ باو هاي شو يقول لك؟ يقول لك الكونجكيت بيس، هنخلي التفاعل قدام H2S زائد NH3 ينطيك HS minus زائد NH4 plus. شوف conjugate base، احنا عندنا هسه هذا الأسيد مالتنا، هذا البيس، وهاي conjugate base وهاي conjugate acid. فالconjugate base عبارة عن substance simply to the parent substance minus one proton، عبارة عن مادة تشبه المادة الأم بس منقصين من عندها بروتون واحد. خلينا نباوع هاي كونجكيت بيس، مادة تشبه المادة الأم، هي أكيد تشبه المادة الأم نفسها، بس شنو ناقص منها بروتون واحد، البروتون اللي هو الهيدروجين. تمام؟ بينما الكونجكيت أسيد عبارة عن مادة تشبه المادة الأم بس زايد بروتون واحد، هاي كونجكيت أسيد تشبه المادة الأم بس زايد بروتون واحد. وضحت؟ نجي يقول لك نوت 3 بوينتس، لاحظ ثلاث شغلات بالمبدأ مالتنا، اللي هو each reaction has acid and base as reaction and products. كل تفاعل ينطيك، كل تفاعل بحامض وقاعدة بالمتفاعلات reactions المواد المتفاعلة products المواد الناتجة، وكو فتشي مقارن الهن اللي هو conjugate acid base، بحيث كل acid إلى conjugate base وكل base إلى conjugate acid. بعد الحوامض القواعد ممكن تكون متعادلة أو كاتايون أو أنايون. كاتايون يعني مادة عليها شحنة موجبة، والأنايون مادة عليها شحنة سالبة. The same species، بعض المواد تقدر تشتغل كحوامض أو قواعد تستك سلوك فوتيري مثل المي. تمام؟ هنا نعطيك أمثلة على الكونجكيت بير. مثلا هذا حامض تفاعل ويا المي، هذا الكونجكيت بير، بحيث هذا الحامض هذا ناتج القاعدة كونجكيت بير. شو نعرف كونجكيت بير؟ نفس المادة الأم بس ناقص بروتون واحد. هذا شو نعرف كونجكيت أسيد؟ نفس المادة الأم بس زايد بروتون واحد، وهكذا للبقية. خلصنا القانونية، هسه راح نحكي على قانون لويس أو نظرية لويس. لويس إلى نظرية خاصة بالأسيد والبيس. هناك القانون كان يقول، كان يقول المادة الحامضية مادة دونر تنطي بروتون، والمادة القاعدية تكتسب بروتون. هنشوف لويس شو يقول. لويس انطى نظرية مغايرة alternative بديلة اللي توصف
الأسيد والبيس. النظرية مالته شو تقول؟ تقول الحامض عبارة عن مواد تكتسب إلكترون بير، زوج إلكتروني، بينما القاعدة عبارة عن مواد تستلم دونر، عفوا توهب دونر إلكترون بير. شوف القانون اللي من ساعة خدناه مو إلكترون بير، لا بروتون، قلنا الحامض ينطي بروتون، بينما لويس يقول لا الحامض يكتسب إلكترون. تمام؟ شوف يقول الحامض تكتسب إلكترونات بينما القواعد تنطي الإلكترونات، زوج إلكتروني. شوف يقول لك النظرية استخدمت الإلكترونات بدلا من البروتونات. يقول لك فبالتالي thus the use of the lowest definition chemicals are no apple to. هذا التعريف مال لويس كان القدرة على نوضح تفاعلات الأسيد والبيس أكثر، على التركيبات مال الجسم، على الترابطات والأواصر اللي تصير، وpredict a wider variety acid base reaction. عرفنا أغلب تفاعلات الأسيد والبيس مالتنا. قانون لويس، الأسيد شو يعتبر؟ يكتسب زوج إلكتروني، بينما البيس راح ينطي زوج إلكتروني. مقارنة، هذا كسامري حتى ما تدوخ. ثلاث قوانين عندك في المحاضرة. القانون الأول هو الأرهنس ثيوري. شو يقول؟ يقول الأرهنس يقول الأسيد عبارة عن أي مادة تتفاعل وين ما ينطيك هيدروجين، والقاعدة أي مادة تتفاعل وين ما ينطيك OH هيدروكسي. بينما البرونزيت لور، الأسيد عبارة عن أي مادة تنطي بروتون، بروتون دونر، بينما القاعدة المادة اللي تكتسب بروتون ريموفر. مجرد اختلاف مصطلحات، يعني بروتون سورس يعني مصدر، مصدر يعني شنو؟ يعني دونر يعني واهب. تمام؟ نفس المصطلحات. لويس يقول لا، يقول الحامض يكتسب زوج إلكتروني مو بروتون، إلكترون. خلصت القوانين، نجي بعد نصها. أوكي، لهنا أنا راح أوقف الفيديو ونكمل بالفيديو القادم. السلام عليكم شباب، وهسه راح نكمل المحاضرة مالتنا. الأوتو isolation of water، إنه التحلل الذاتي مثل للماء. الwater dissociate، يتحلل أو ينفصل very slightly into ions، يتحلل إلى أيونات. in equilibrium process، بعملية متوازنة أو معادلة متوازنة. عرفنا هذه المعادلة المتوازنة auto isolation، أو auto يعني self، auto يعني ذاتي، self isolation which is one of the most critical equilibrium in the all chemistry. هذه auto isolation تعتبر واحدة من أهم المعادلات الحرجة أو المهمة، أكثر المعادلات الحرجة والمهمة بالكيمياء، بحيث انه اذا خليت جزيئتين ماء يتفاعلن ايش راح ينطيك؟ جزيئه ماء زائد جزيئه ماء راح ينطيك جزيئه هيدروكسيل زائد H3O موجب. ال H3O موجب هو نفسه الهيدروجين، يعني الماء اذا حللته راح ينطيك هيدروكسيل وهيدروجين. على اساس هذا المنطق، ف كمية الأيونات اللي تنتج من الماء ثابتة، حيث إنه كمية الأيونات يساوي التركيز الهيدروجين أيون مضروب التركيز الهيدروكسيل أيون، واللي يكون عدد ثابت اللي هو 10 والسالب 14، هذا ثابت بدرجة حرارة الغرفة 25 سيليسي، حيث إنه
بحيث انه المحلول المتفاعل اللي المتعادل اللي هو عبارة عن مي، بحيث انه المحلول المتعادل ايونات الهيدروجين تساوي ايونات الهيدروكسيل، فحاصل ضرب تركيزهم يساوي 10 ؛14. بينما المحلول الحامضي شنو يعني؟ تركيز ايون الهيدروجين ذا تشوف السهم اكبر من تركيز ايون الهيدروكسيل، بس حاصل ضربهم سوى المفروض يساوي 10 ؛14. القاعدة انه بالعكس، انه الهيدروكسيل اكبر من الهيدروجين. تمام؟ يقول لك الحوامض، كل المحاليل الحامضية موجودة بالبيت، المنظفات، الديتولات، الاكل، البرشي، هاي الهوسة، هاي المعادلة مهمة. بحيث يقول لك مثلا سؤال ريسيرش كيمست، باحث كيميائي ضاف كمية معلومة من ال HCl، من غاز ال HCl، measured amount، amount كمية measured مقاسة أو معلومة من ال HCl، وين ضافها؟ ضافها إلى الماء النقي درجة حرارة 25، حصل على محلول ال HCO3. شوف بس احنا عندنا عالم كيميائي، سوى ضاف ال H كمية معلومة، يعني نعرف ايش قد من ال HCl، وين ضافها؟ ضافها الى الماء النقي درجة حرارة 25 سيليزي. شنو اللي حصل عليه؟ يقول لك حصل على H3O موجب، التركيز مالته شقد؟ 3 ×10^4 مولاري. يريد تحسب تركيز الـ OH اللي موجود بالمحلول، وعلى أساس تركيز الـ OH اللي موجود بالمحلول قل لي المحلول الناتج حامض لو قاعدة. بس دقيقة واحدة، هذه المعادلة مالتنا. بس انت شنو عندك؟ هو وين ضافه؟ ضافه بالمي. فشنو يعني؟ يعني كي دبليو شو يساوي؟ يساوي تركيز ال OH سالب مضروب تركيز ال H3O موجب، وهذا نفسه يساوي 10^14. زين، يعني 10^14 شنو تساوي؟ تساوي تركيز ال OH سالب رياضيات مضروب في 3 ×10^4 المضروب بالمجهول مقام، فتركيز ال OH السالب راح يساوي 10^14 على 3 ×10^4، وهذا راح يطلع 3.3 ×10^11 مولاري. تجي شو تسوي؟ هسه انت عندك هذا تركيز الهيدروجين وهذا تركيز الـ OH، منو اكثر؟ من 3×3 السالب 11 لو السالب 4 منه أكبر؟ السالب 4 أكبر، فهذا يعني بما أنه تركيز الـ H أكثر من تركيز الـ OH يعني المادة حامضية. قول بما أنه أوكي، نجي الـ pH والـ pOH سكيل. شوف هسه أنت، أنا طلعت تركيز الـ OH مثلا 10^11 أو تركيز الـ H 10^4، يعني مادة كلش قليلة، فهذا المادة الكلش قليلة تركيزها، راح نجي نحولها إلى pH حتى يكون شوية رقم كبير ومعقول، بس هاي الفائدة منه. تركيز المولاري للـ H بالمحلول تكون كلش صغيرة، فإحنا بالتالي راح نعبر عن تركيز الـ H بمصطلح الـ OH اللي هو عبارة عن سالب لوغاريتم تركيز الـ H، والـ pOH عبارة عن سالب لوغاريتم
ال او اتش. بما انه تركيز ال اتش في تركيز ال او اتش يساوي 10 سالب 14، يعني سالب لوغارتم لل 10 سالب 14 هو هذا يجي ينزل هنا سالب لوغارتم لل 10 سالب 14 يساوي سالب في سالب 14 هيجي ويساوي 14. هذه الجلد ما تنزل وهذا يروح لهذا بحيث ال بي لل كي دبليو للووتر يساوي حاصل مجموع يعني ال بي كي دبليو تساوي pH زائد pOH. ال pH معنى ال pH تساوي ال pOH وكل وحدة تساوي 7 يعني مجموع 14. The pH loop هذا المخطط يختصر كل القوانين اللي عندك بحيث انه باو عليه بس ركز وياه ركز وياه منطيك تركيز ال H يريد منك ال pH تستخدم هذا القانون منطيك تركيز ال H معلوم يريد منك ال pH تكتب له ال pH يساوي كذا لا منطيك ال pH يريد منك تركيز ال H تستخدم هذا القانون باو عليه منطيك تركيز ال H يريد منك ال OH أو العكس صحيح تستخدم هذا القانون اللي هو نفسه ال K لل W يساوي هكذا منطيك تركيز ال OH يريد منك ال POH تستخدم هذا القانون لا بالعكس منطيك ال POH يريد ال OH تستخدم هذا القانون منطيك ال PH وال POH أو منطيك واحدة منهن ويريد الثانية داخل المي تستخدم هذا القانون هذا يلخص كل شيء محتمل يجيب لكم معادلات عليه لأن هو ذاكر أمثلة هذا مثال نعم هذا السلايد انه يوضح لك تركيز ال H وال OH وال PH وال POH لبعض المواد ما اعتقد مطلوب شوف sample of fresh processed apple juice انه عصير التفاح ال POH مالته 10.24 يريد ال H بس ما احنا شو مسوي منطيك ال POH يريد ال H انا ايش راح اسوي راح اطلع ال pH من ال pH اطلع ال H هاي طريقة طريقة ثانية من ال pOH اطلع ال OH واطلع ال H تمام شوف مثلا انا لازوي احنا راح نطلع تركيز ال H من ال OH اول شيء هو شو مسوي يقول لك ال pH زائد ال pOH يساوي 14 راح طلع ال pH طلع ال pH مالتنا 3.76 تركيز ال H شو يساوي؟ يساوي 10 أس سالب pH بيساوي 10 أس سالب 3.76 وهاي 10 سالب 3.76 يعني 1.7 في 10 ناقص 4 طريقة الأخرى أنا راح أحل بيها اللي هي شلون راح أجي من ال pOH أطلع ال OH بحيث إنه هو إيش قد يساوي تركيز ال OH يساوي 10 سالب pOH يساوي 10 سالب 10.24 وهذه بالحاسبة طلع منه ال OH وال OH شو يساوي ال H في ال OH يساوي 10 سالب 14 ويطلع الناتج. قياسات ال pH اكو مقياس عندنا على اساس الالوان كل لون يعني pH خاص به يسموه indicator. اكو meter اللي هو جهاز هذا العالم مكتشف مالته انه مجرد ما تخليه راح يقيس لك اياه. Relative strength of the acids and base القوة مالت الحوامض والقواعد شوف الستروينجس اسيد الحوامض القوية
من اسمه قوي يعني يتأين بصورة كاملة completely ionized. عندنا سبع حوامض مشهورة، ستة من عندهن هاي سبع الحوامض القوية، ستة من عندهن شبيهن يحتوون على ذرة هيدروجين أو وحدة، والسابع اثنين هيدروجين. ذني من يتفاعلن المعادلة مالتن يكون باتجاه واحد ومو باتجاهين، إذا باتجاهين يعني شنو هو يعني ويك ضعيف حامضة أو قاعدة، بينما إذا باتجاه واحد يعني سترونج. يقول لك strength of the acid يعتمد على strength of the bond and polarity، يعتمد على قوة العصرة مالتن بوند العصرة أو الرابطة، بولاريتي القطبية مالته، والاختلاف ما بين الالكترونيجاتيفيتي اختلاف الكهربائي السالب اللي للهيدروجين ايون الموجود بالعصرة. بينما سترونج بيس هو عبارة عن مواد هماتين شنو ديسوسييت، هنا ايونيزد معناه تتأين. تتأين ليش قلنا تتأين؟ لأن معتمدين على قانون لويس هو يكتسب زوج إلكتروني، بينما قواعد توهب زوج إلكتروني فيقول لك ديسوسييت داخل المحلول المائي. وأكثر القواعد القوية شهور مشهورة اللي هي الـ NaOH الـ KOH كالسيوم OH2 CaOH2. بينما الحوامض الضعيفة والقواعد الضعيفة هي عبارة عن مواد، أغلب المواد اللي موجودة عبارة عن حوامض قوية وقواعد ضعيفة. نان التأين مالتها شي يكون partially تمام جزئي، بحيث يكون تفاعل باتجاهين. نان هذه موضح لك تفاعل إذا كان قوي وإذا كان ضعيف شنو الفرق، بحيث هنا حامض قوي تأين بصورة كاملة، بينما حامض ضعيف تأين بصورة جزئية. شوف يعني بقى الحامض موجود بس هو ما متأين. نانا منطيك بعض الحوامض الضعيفة القواعد الضعيفة والتركيب مالتها ما أعتقد مطلوب. كل حامض احنا نتذكر كل حامض شئله إلى conjugated base اللي هي عبارة عن شنو، عبارة عن التركيب نفسه بس ناقص هيدروجين وحده. وكل كل قاعدة الconjugated acid اللي هو عبارة عن المركب نفسه بس زائد هيدروجين واحد. تصنيف الحوامض والقواعد القوية، شوف شلون أنا أعرف هذا حامض قوي أو قاعدة قوية، شلون أعرف حامض ضعيف أو قاعدة ضعيفة. رح نحكي هنا بهذا البارت على الحوامض. شوف حوامض قوية حوامض ضعيفة. الحوامض القوية عندنا نوعين، شلون نقدر نحددهن؟ باو يقول لك two types of strong acid. على سبيل المثال انت لازم تعرف memory memorize تذكر الهيدروجين او الهيدروليك اسيد HCl HBr HI يعني H زائد مركب أو زائد عنصر يسموه هيدروهاليك. بعد هذا جزء من الحوامض القوية الأوكزا أسيد اللي شنو يعني أوكزا أسيد، يعني عدد ذرات الأكسجين أكثر من عدد ذرات الهيدروجين. باو إذا انتبه على كل حامض نانا ذرة واحدة نا ثلاثة نا ذرتين نا أربعة نا وحدة نا أربعة، ذني شنو عدد ذرات الأكسجين أكثر من عدد ذرات الهيدروجين، هذا حامض قوي. عدد ذرات الأكسجين أكثر من عدد ذرات الهيدروجين هذا حامض قوي. زين إذا العدد يساوي أو أقل هذا حامض ضعيف. شوف الحوامض الضعيفة أربعة أنواع، واحد هيدرو هاليك اسيد
اللي هو الاتشف. بعد يقول لك الحوامض الاسس ان ويتش الاتش از نوت باوند تو. مرات حوامض او مركبات بيها ذرات هيدروجين بس ما بيها ذرات اكسجين او سو الهالوجينيه نانا هالوجينيك نانا بيها هالوجين مثل ايش؟ مثل NCH H2S. بعد الاوكزا اسيد نفس الحكي مال الساعة الاوكزا اسيد بس عدد الاكسجين يساوي or excess in the number of the ionized protein by one. شوف انا يكون معلومة انا قلتها غلط. الاوكزا اسيد عدد ذرات الاكسجين اكثر من الهيدروجين اثنين او اكثر. اثنين او اكثر راح تقول لي هنا اثنين. شوف هنا اثنين هنا ثلاثة الفرق بيناتهم. اذا الفرق واحد او اقل يعني يتساوي شوف هنا مساويات واحد هنا أنا واحد هنا مساويات هنا فرق واحد الاكسجين اكثر من هذا بواحد نعتبره حامض ضعيف. بعد اذا بي مواد عضويه نعرف المواد العضويه هي عباره عن مركبات بها ذرات كربون وهيدروجين واكسجين هذه تعتبر ماده عضويه. فاذا موجوده مواد عضويه كل المواد العضويه هي عباره عن حوامض ضعيفه. هسه كملخص حوامض القويه مواد بها هيدرو هيليك تمام هيدرو هيليك بها الهالوجينات بينما الاوكزا الحامض القويه النوع الاخر عباره عن مواد مرتبطه باكسجين كميه الاكسجين كميه الاكسجين اكثر من كميه الهيدروجين ذرتين او اكثر اثنين او اكثر هاي القويه الضعيفه اربع انواع. بما ان حكينا عن الاكسجين فكميه الاكسجين عباره عن مركبات مرتبطه باكسجين كميه الاكسجين اكثر من هيدروجين بواحد او اقل. المواد العضويه والمركبات بها هيدروجين بس ما بها او ما مرتبط بو اصلا والاتش اف تمام. هذه الحوامض هذا كلش مهم. بالنسبه للقواعد سترونج هم احصل سترونج بيسز ويك بيسز. سترونج بيسز ووتر سوليبل كومباوندز بيها او اتش وبيها او يا اما او ماينس او اور اتش يعني هي مواد ذائبه بالماء تحتوي على هيدروكسيل ار سترونج بيسز. ذا كاتونز يعني الجزيئات السالبه يوجوالي ذوس of the most active metals وحده من المواد ذني. شوف القواعد القويه عباره عن مواد ذابه بالماء تحتوي على يا اما او سالب او او اتش سالب مرتبطه ويا معادن او مواد اخرى او عناصر اخرى مثل ايش؟ مثل ام 2 او او ام او اتش حيث انه الان يمثل لك جروب اي 1 ميتال اللي هي مثل ايش؟ مثل الليثيوم الصوديوم البوتاسيوم. بعد او الام او او الام او اتش باي 2 هاي عباره عن مواد. شوف شنو يعني هذا؟ شنو يعني الام 2 او؟ شنو يعني الام او؟ الM2O الM هو عبارة عن شيء يمثل انه المادة او العنصر شبيه موجب واحد عدد التأكسد مالته بينما بالMO مرتبط بعنصر عدد التأكسد مالته موجب اثنين عشان عيش سعيد تمام. بينما القواعد الضعيفة عديد من المركبات الكترون كل مركب بي نيتروجين انا راح اعتبره قاعده ضعيفه. ليش ادوخ نفسي؟ التفريق بين القواعد القويه والضعيفه كلش سهل. الحوامض هوايه بها حاجه بس لازم تحفظ بحيث منطيك سؤال
يقول لك ذني أربع مركبات، يقول لي يا هو القاعدة ضعيفة ويا هو الحمض ضعيف. ليش؟ نجي الأول واحد KOH. أول شيء هو BOH، احنا قلنا كل قاعدة يا أما بيها H عفوا يا أما بيها O أو H أو OH، ما أدري إيش بيها H، يا أما O سالب اثنين أو OH سالب. هاي بيها OH مرتبط بها مادة M، فاعتبرناه راح نعتبره M1 جروب 1، تمام؟ يعني عدد التأكسد مالته موجب واحد. شوف نعتبره قاعدة قوية، هذا one of the group ال A1. بينما نجي للثاني BH، نصح هنا OH بس هذه الO مو OH، لا هذه تابعة للCHCOH. هذا عبارة عن مادة عضوية وهذا عبارة عن مركب BH، يعني حامض. بما أنه مادة عضوية يعني شنو؟ حامض ضعيف weak acid. ليش؟ لأن مرتبط به كاربوكسيليك أسيد. كاربوكسيليك أسيد اللي هو يقصد به سي او اتش جروب. شوف مو تغلط وتقول هاي الاو اتش هي هاي نفسها الغلطة اللي كنا يقولون بها بالسادس، تقول هاي الاو اتش قاعدة، لا احنا ما علينا بهاي الاو اتش، احنا علينا بهاي. نجي لهذا اتش 2 اس اي او 4. شوف هذا اتش هذا او 4 زين، الفرق بيناتهم ايش قد بين الاو؟ بما انه هو بي او بأكسجين هو حامض، حامض قوي لو ضعيف. نشوف الفرق اثنين وأكثر هذا حامض، واحد وأقل هذا قاعدة. الفرق اثنين فهذا حامض قوي strong acid. آخر شيء CH3 CHNH2، بما أنه CH3 CNH2 إذن هذا عبارة عن شنو؟ BM weak base، BM weak base، تمام؟ هسه الى everyday acid base reactions. يقول لك تفاعلات حامض وقواعد تصير كل يوم، اللي هي راح يحكي لك على المعدة. البي اتش مال المعدة اقل من واحد، وهي الاسيدك البي اتش مال المعدة حامضية تقريبا توصل للاربعة. نعم ما ادري ايش غلط ستومك انه of the fluid one folic acid فودس اسيدز، اذا تاكل مواد حامضيه فالبي اتش مال المعده راح تقل. اي البي اتش تقل يعني تزيد الحامضيه. الاسيديتي ليفل اوف ذا ستومك كنترولد باي ناتشرال. زين البي اتش مال المعده مو قلت انا تقريبا أربعة يعني حامضه. زين منين جاي هاي الحامضيه؟ من الاتش سي ال. هذا الاتش سي ال منو يفرزه؟ تفرزه المعده. ليش تفرزه المعده؟ يعتبر انتي بكتيريال، يقتل البكتيريا pre-digestion ما قبل الهضم تحضير. زين مرات مكونات هذا البي اتش هذا الاسيا من المعدة يصعد للمريء فيصير حرقة، هاي الجالية او الحرقة. شلون نعالجها؟ نعالجها بانتي اسيد. شنو انتي اسيد؟ مضاد للحامض. شنو يعني مضاد للحامض؟ يعني قاعدة. هذا الانتي اسيد هذا الحب القرد، تمام؟ الانتاسيد راح يشتغل عن طريق اسيد بيس رياكشن. هذا الحبوب القرط مادة قاعدية تاكلها توصل للمعدة توصل للحامض، فراح تصير تفاعل تعادل ما بين المريء والمعدة الاسوفيجاس والمريء. مثل ايش هذا الانتاسيد؟ مثل كالسيوم كربونيت CaCO3 زاد 2H مال هاي 2H مال من جاي من الاسيو. نانا صارت في التعادل، صار عندنا مي، المي هو عبارة عن pH 7 تقريبا متعادل، تمام؟ هذه بعد أنواع أخرى. واللي هنا خلصت المحاضرة. هذه السلايدات عبارة عن سمري مراجعة للمحاضرة كلها، وآخر سلايد هو عبارة عن سمري للمعادلات المطلوبة كلش مهمات، بحيث يقول لك الكي يساوي تركيز ال H في تركيز ال OH واللي يساوي 10 سالب 14، ال BH سالب لوغاريتم ال H، ال BOH سالب لوغاريتم ال OH، ال BH حص وال BOH إذا تجمعهن 14، ال KA شو يساوي؟ تركيز
الهيدروجين مضروب بتركيز الأي على المركب نفسه، اللي هذه عبارة عن معادلات نفسها اللي مع السادس. Percent ionization النسبة المئوية للتأيون، كمية ال H النسبة المئوية للتأيون، كمية ال H على المركب الأصلي في 100%. معنى ال KB اللي هو عبارة عن ال OH الناتج المتأين على المادة الأصلية نفسها. ال KA في ال KB تساوي ال KW اللي هي 10 سالب 14 تقريبا. PKA سالب لوغاريتم لل KA، PKB سالب لوغاريتم لل KB، نفس المعادلات مع السادس أصلا. هذا السلايد هو نفسه يقول لك ايش تعلمنا من الليكتشر. شوف السمري خل راجعه ليش عوفان. اول قانون اللي هو الار هنوس الاسيد بيس، هذا القانون شو يقول؟ يقول اي ماده تذوب بالمي تنطيك اتش هاي حامض، اي ماده تذوب بالمي تنطيك او اتش هاي قاعده. هذا القانون ما راح يفيدنا هواي لانه يفسر بس المواد اللي تذوب بالمي، يعني الغازات تفاعل الغازات ما يفسرها. بينما بعد هذا القانون شو يقول لك؟ يقول لك المادة إذا ذابت بالمي وانطت لون أحمر يعني أسد، هاي مذاكرة بالمحاضرة مذاكرة بس ملخص، وإذا انطت لون أزرق يعني شنو؟ يعني بيس. برونس لور أسد بيس شو قال؟ قال اي ماده تنطي بروتون هاي حامض، اي ماده تكتسب بروتون هاي قاعده. الماده اللي تنطي بروتون الماده الحامضيه عندها كونجكيتد بيس اللي هي نفسها البروتون بس ناقص اكسجين وهيدروجين واحد. واي ماده تكتسب بروتون هاي قاعده عندها كونجكيتد اسيد اللي هي نفسها بس عباره عن زائد هيدروجين واحد. هذا كملخص. وكل شيء اسمه السلوك الانفوتيري للمي اللي يسلك سلوك قاعدي او حامضي حسب الماده اللي يتفاعل بها. هذا ملخص لكل الحكي. ويبقى اللويس قال القاعده الحامض عباره عن ماده تكتسب زوج الكتروني، والحامض القاعده عباره عن ماده تنطي زوج الكتروني. بعدين الاوتو ايونيزيشن اوف ذا ووتر حكينا عليه، انه حتى نطلع من الكي تركيزه تركيز الاتش والاو اتش، وشلون نحسب البي اتش، شنو الحامض القويه والحامض الضعيفه والفرق بيناتهن، شلون نفرق وياهن القويه وياهن الضعيفه، والحامض القواعد الضعيفه شلون نفرق بيناتهن. وهذا يعني اعتبره من اهم الشغلات بالمحاضره. ولهنا خلصت المحاضره، إن شاء الله تكون واضحة وشوية مطولة، المحاضرة الجاية أكثر، وشكرا جزيلا.